ورجعنا لكم في الفقرة الثانية أعزائي المشاهدين مع سياسي كبير وسياسي مخضرم كان له دور كبير جدا في مدينة من مدن محافظة القلوبية وهي مدينة شبرا الخيمة كعمل سياسي. معانا ومعاكم الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية السابق والمتحدث الرسمي لحزب لمجلس النواب السابق. اهلا بيك يا دكتور صلاح. اهلا بيك، تحياتي، شرفتنا ونورتنا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور صلاح. ندخل بقى في سياق، ويعني يعني حضرتك معانا وحضرتك سياسي كبير ومعروف. هتكلم على الحياه السياسيه ما قبل 25 وما بعد 25. حضرتك طبعا عاصرت الفترتين وكنت ليك باع كبير في الشارع في وسط الناس. الحياه السياسيه اتغيرت ازاي وشايفها ازاي حضرتك ما بين قبل 25 وبعد 25 يعني؟ لا، خليني اقول لك ببساطه كده، انت تقدر تقول ما قبل 25 يناير كنت اشبه امام حاله التجمد، زي العربيه بالظبط اللي خلاص بقت خرده وبقت مركونه في جراج. بعد 25 يناير لما حاولت تعالج الحاله ديت رحت حاطط العربيه، جايب عربيه جديده وزي الفل، بس شلت منها الفرامل فبقت مندفعه وجامحة ومفيش يعني تقدر تقول ابريتور او سيستم بيدير الحياه السياسيه ويقول احنا عايزين ايه بالظبط من الحياه السياسيه ومن كيفيه بناء نظام سياسي قوي بقايم على فكره التعدديه الحزبيه. قبل 25 يناير كنت تيجي تروح عايز تعمل حزب سياسي تلاقي شروط صعبه جدا، وفي الاخر في لجنه شؤون الاحزاب اللي منبثقه من مجلس الشورى، كان برئاسه في هذا التوقيت رئيس مجلس الشورى والامين العام للحزب الوطني اللي هو الحزب الحاكم، فيبقى هو حكم وخصم في نفس الوقت، هو اللي يطيح ويأذن بإنشاء أحزاب أو يرفض. فكانت الحياة الحزبية متجمدة، العدو الجلاد يعني. طبعا حزب حاكم وبعض الأحزاب اللي تبدو كأنها معارضة بتدور في فلك الحزب الحاكم. بعد 25 يناير يمكن حصلت حالة من حالات، مش عايز أقول الانفتاح الحزبية، إنما هي كانت أشبه بحالات السيولة الحزبية. تمام. من مرحلة أنت بتقاتل عشان تنشئ حزب لمرحلة تجاوز فيها عدد الأحزاب ال 100 حزب. تجاوزنا ال 100 حزب. مش هقول لك المواطنين السياسيين نفسهم والحزبيين لما تيجي تقول له كده اذكر من بين الأحزاب المصرية 15 20 حزب. ما يقدرش يوصل 15، رقم كبير 15 ده. طبعا مش هتقدر يعرف. إنما كنا ننتظر إن ده يبقى طبيعة، أو اللي هي طبيعة اللي أنت عارف اسمها كده بيسموها سياسيا حمى البداية. بعد الثورة حياة سياسية كانت متجمدة، بدأت تسيل، فبالتالي يحصل الكلام ده في الأول. إنما حتى الآن بعد 10 سنين من 25 يناير 2011 لما تيجي تقول إن عدد الأحزاب هو إن أقصى حزب مثلا باستثناء حزب واحد، أقصى حزب ليه 7-8 مقاعد جوه مجلس النواب، تقدر تقول إحنا وصلنا لما هو يجب أن يكون؟ لا لسه. لا بالتأكيد لسه. بالتأكيد لسه. عايز اقول لك الرحم اللي بتولد منه الاحزاب السياسيه، الرحم الطبيعي هو الشارع. طبعا لو في حزب ما جاش من الشارع مش هينفع. طبعا يعني ما فيش نظام سياسي بيتبني من فوق لتحت. النظام السياسي لازم يتبني من القاعده لفوق. يعني عشان تقول في حزب سياسي حقيقي لازم الحزب دوت يبقى ليه قواعد، ليه امانات في المحافظات. مش بس امانات في المحافظات، برافو عليك، في كل كرة. مش للمراكز والاقسام والمدن بس. لا، والوحده الحزبيه بي 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 بشياخه. صح. يعني ده الطبيعي عشان تبني حياه حزبيه سياسيه. اكيد. ده اللي ينتج التعديه الحزبيه اللي انت بتتمناها، التعديه الحزبيه الحقيقيه مش الشكليه. طب ده خلينا يا دكتور نروح، يعني هل وكان الكلام اللي انا هقوله ده كان كتير بيوافق عليه، هل لو اندمجت الاحزاب وقدرنا نطلع بخمس ست احزاب بس لهم سبورت ودعم وفي الشارع ولهم تواجد، مش افضل ما نرجع؟ اصل دلوقتي في ناس بتقول ان في احزاب كرتونيه. صحيح، كل تجارب بس اقول لك انا كل تجارب الاندماج فشلت. احنا للاسف فشلت عشان كل واحد عايز يبقى هو الليدر مثلا. بالظبط كده. احنا للاسف احنا احيانا بنفشل كثيرا، مش في السياسه وبس، في السياسه وفي كثير من المجالات تفشل في تطبيق فكره التيم ورك. ان فريق يشتغل ويبقى كله نجوم. ده من بره كل واحد عايز يبقى له مشكله المصريين كده فعلا. كل واحد عايز يبقى له، وهو لوحده بيبقى حاجه كبيره جدا، مجرد ما يخش في مجموعه بتبقى العمليه صعبه. هو عايز ممكن يبقى هو غايته ومناه ان يبقى رئيس الحزب، راح رئيس الحزب دي، رئيس حزب على مين وعلى حدد دي وعلى حزب حي ولا لا، وفي شغل على الواقع في الشارع اصلا ولا لا. هي دي الازمه. انما عايز اقول لك حاجه، حتى تجربه الاندماجات يعني
حديثا يعني تم تجربتها اكتر من مره انما كلها اثبتت فشلها، رغم ان الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه يمكن اشار اليها في اكتر من موضع واكد عليها دي انه ممكن هو الراجل يعني قال من ممكن الاحزاب المتوافقه في برامجها المتوافقه في افكارها تفكر في مساله الاندماج صح. انما ده ما حصلش ده ما حصلش واتصور ان بالتركيبه السياسيه المصريه صعب حدوثه صح. انما انا اقول لك انا من وجهه نظري اللي انا شايفه ان من المهم جدا ان يبقى في تعديل في قانون الاحزاب السياسيه ويبقى في حاجه كده اسمها العتبه. يعني كنا في 2000 وانتخابات 2012 كانت في عتبه على فكره للتمثيل النسبي داخل مجلس النواب او مجلس الشورى او مجلس الشعب عشان يبقى كله ممثل ان انت لا ان انت عشان يبقى ليك حق التمثيل حتى لو نجح لك عضو او اتنين في دوائر او في قائمه ماشي. عشان يبقى ليك حق التمثيل لازم تحصل على عدد معين من اصوات الناخبين ده في الانتخابات في السياسه بقى وفي الاحزاب السياسيه لازم يبقى في عتبه. يعني ما ينفعش الحزب مثلا ينشا سنه 2011 وتيجي انتخابات 2012 وما يمثلش وما ياخدش مقاعد وتيجي انتخابات 2015 وما يمثلش وما ياخدش مقاعد وتيجي انتخابات 2020 وما يمثلش وما ياخدش مقاعد وتيجي انتخابات شيوخ بعديها وما يمثلش وما ياخدش مقاعد تيجي انتخابات 2025 وما يمثلش. طب انت قاعد كده قاعد بتعمل صح ايه؟ انت الشارع مش عايزك اصلا بالطريقه دي. التطور الطبيعي لاي حزب ما جالكش نواب الاحزاب بتولد عشان تبقى ليها تمثيل برلماني اكيد طبعا. يعني مش ده الهدف الاساسي. دي مش جمعيه اهليه لا ده الهدف الاساسي مش جمعيه خدميه مش جمعيه نواب ودخل البرلمان منتخب هو هدفه سياسي يعني. هو هدفه سياسي صح. الحزب هدفه سياسي ان لم يتحقق هذا الهدف بعد عدد من المحطات الانتخابيه اللي بيمر بها الحزب اعتقد لازم يبقى في تعديل في قانون الاحزاب السياسيه يقول الحزب اللي يمر عليه بعد انشائه 3 أو 4 استحقاقات انتخابيه ولا يمثل يعتبر محلولا من تلقاء نفسه. ده بند ده هيشيل احزاب كتير جدا من الساحه يعني. لا وهيجبر احزاب كتير انها تشتغل صح. انما طرف ورفاهيه ان هو قاعد رئيس حزب في واحد مش عايز يبقى اكتر من كده انما لما يبقى عارف ان انت لو بعد ما انتخابين 3 استحقاقين 3 لم تمثل خلاص انت لازم تنزل الشارع وتشتغل صح. لازم تنزل صح. تروح الناس وتبدا وانت موجود عشانهم بالظبط. ده التفعيل الحقيقي والبناء الحقيقي للاحزاب السياسيه. ده اللي هينتج لك بقى احزاب حقيقيه موجوده في الشارع. ده اللي هيخلي الناس بدل ما بتبحث او مصريين تنافسيه حتى تبقى موجوده بالتاكيد والناس نفسها على فكره هتشعر بوجود حقيقي للاحزاب السياسيه. الحزب السياسي اللي لا يسعى للتمثيل في البرلمان في انتخابات حقيقيه بيعتبر يعني ولد ميتا. بالظبط. طب في سؤال بقى بيشغل بال المصريين جميعا، ليه دكتور صلاح حسب الله قدم استقالته من رئاسه حزب الحريه؟ والله السؤال ده يمكن انا سئلت فيه مرارا وتكرارا ويمكن هقول لكم من خبر ليكم انتم ان انا مأجل اجابته على فكره في انا تعاقدت مؤخرا مع احدى دور النشر العربيه لاصدار مؤلف انا اللي هكتبه اسمه 10 سنوات. تمام 10 سنوات دوت هيبقى كتاب بيؤرخ سياسيا لفتره انا عايشتها بشكل عميق وبشكل عميق. هنا ما كنتش مشاهد، كنت داخل المطبخ وكنت صانع الاحداث من على وجه التحديد ال 10 سنوات من يناير 2011 ليناير 2021. انا مريت فيهم بكثير من التجارب ومنهم تجربه حزب الحريه المصري اللي سعيت واجتهدت ان كان احد اكبر الاحزاب السياسيه وبتمنى ان يعود في الفتره القريبه كما كان. خرج من الاضواء شويه يا دكتور. بالتاكيد تأثر كبيرا يعني. عايز اقول لك ان كان فتره من فترات الحزب تجاوزت مقراته على مستوى مقراته فعلا كنت متابعين وعدد اعضائه تجاوز 100,000 عضو كان له تشكيلات في اماكن كتير جدا بالتاكيد. فانما الاجابه على السؤال دوت هتشوفيها بقى في الكتاب باذن الله لما ينزل قريب. تختصنا بنسخه بقى دكتور. باذن الله اكيد يعني هتبقى اول نسخه من اوائل النسخ المهداه ليكم. هو كتاب اسمه 10 سنوات شاهد على عصر سياسي ما بعد ثوره وتخللته ثوره. يعني احنا برضو كنا حاسين ان حضرتك هتكتب ايه فلما اتكلمنا في موضوع الثوره
وكأننا كنا قارين حضرتك. ما انا بقول لك الكتاب ده هيبقى فيه تفاصيل كتيره جدا، واعتقد ان هي تبقى تفاصيل شيقه يعني. بس أنا حضرتك لحد دلوقتي لان هي لم يتم تداولها اعلاميا او صحفيا او كذا، لا ده دي حاجه بقى تبقى خارجه من مطبخ او من الكواليس. بس حضرتك لحد دلوقتي يعني من اعضاء حزب الحريه صح؟ حضرتك استقلت من الرئاسه بس؟ والله انا كان يعني بعد اصرار بعض الزملاء داخل الحزب اصروا ان انا ابقى موجود رئيسا لمجلس امناء الحزب. انما انا يعني عايز اقول لك بمنتهى الامانه، لا حتى يعني في سبيل الاعتذار عن هذا الموقع وفي الاعلان عن عدم استمراري داخل حتى الحزب بعضويته يعني. طيب دكتور صلاح، في ظاهره حاليا في مجلس النواب الحالي، عدد الشباب لقيناه بدانا نشوفه بكثره شويه عن المجالس والدورات السابقه. بقينا نشوف اكتر من شاب وفتيات وفي كل المحافظات بداوا يمثلوا مدنهم ومراكزهم داخل مجلس النواب. السؤال بقى للدكتور صلاح، هل هذا الشباب قادر على ممارسه الحياه السياسيه داخل قبه البرلمان؟ اقول لك بمنتهى الامانه، لا ده قادر، وهم انا شخصيا بعتبرهم رهاني الشخصي داخل هذا البرلمان. عندنا انا يمكن حتى كتبت، كنت بكتب مقال في جورنال الوطن، و يمكن من كام اسبوع كده كتبت قلت ان انا رهاني على شباب تنسيقيه الاحزاب والسياسيين. الشباب دول الميزه فيهم ان هم ما جوش بالصدفه. يعني يمكن البعض اللي من بره ما يبقاش متابع التجربه قوي يعتقد ان الشباب دوت يعني جاي كده يعني بالصدفه. لا، تنسيقيه شباب الاحزاب بقالها فتره تتجاوز الثلاث سنوات بتعد الشباب اعدادا حقيقيا. يعني واخده المشروع دوت مشروع وطن، بعيدا عن اي بقى انتماء حزب بصرف النظر ده حزب ايه ولا حزب ولي ايه ولا حزب ايه، او شاب سياسي مش محزب حتى. طب بص يا دكتور، يعني التنسيقيه فيها اكتر من حزب. مظبوط. اذا لو الاحزاب اندمجت، ما هو شبابها مندمج داخل التنسيقيه اهو. عايز اقول ليه بقى لما بنقول ندمج احزاب ما بيفرسي عن كيان كويس؟ لان نجح مشروع التنسيقيه في ان هو يعني يؤخر شويه فكره التنازع الحزبي والتنافس الحزبي. بقى الجامع للشباب دول مش فكره حزب، فكره صح. وطن صح. فبالتالي يجي شاب اللي هو ميوله اشتراكيه، عشان كده معاهم سياسيين خارج الاحزاب كمان طبعا. دي حاجه كويسه. هو ده مشروع سياسي صح. انا مشروع سياسي بعتبره ان هو مشروع واعد، مشروع قدم لمجلس النواب الحالي في 2020 مجموعه من الشباب المعد جيدا. تمام. الشباب اللي على مستوى وعي رائع جدا، ولذلك انا بقول لك انا رهاني عليهم. يعني رهاني عليهم حتى انا يعني من المتابعين بشكل دقيق جدا لطريقه ادائهم من حيث الشكل ومن حيث المضمون داخل مجلس النواب الحالي. لذلك انا بقول لك لا، انتظر من هؤلاء الشباب الكثير جدا داخل مجلس النواب الحالي، وبعتبرهم على فكره انا شخصيا بعتبرهم رهاني الشخصي على التواجد القوي داخل مجلس النواب. ودي اشاده يعني كبيره جدا من حضرتك ان الشباب ده جاي على التراك يعني ان شاء الله باذن الله. لا على فكره عايز اقول لك حاجه، هتشوف منهم مشاريع سياسيين متميزين للمستقبل يعني. يعني الحقيقه ان التجربه دي ما اشتغلتش على الشورت تيرن اللي هو يلا نجري وندخل شباب مجلس النواب، لا ده انا هقول لك انا لغايه دلوقتي واحنا قاعدين مع بعض بيتم تدريب هؤلاء النواب الشباب على كيفيه استخدام ادواتهم البرلمانيه، ادواتهم الرقابيه اسف، طلب احاطه، استجواب سؤال، تدريب، بيان عاجل، بيتم اعدادهم بشكل متميز جدا، فاهم مهامه وقادر يوصل صوت دايرته بالظبط كده، مش داخل واحد ياخد يخرج وقاعه يسمع ويخرج. طيب دكتور صلاح، حضرتك كنت المتحدث الرسمي لمجلس النواب، والوظيفه دي تقريبا كانت اول متحدث رسمي كان حضرتك. اول واخر اظن يعني. طب كنا حابين نعرف في عجاله كده عشان وقتنا، مهام المتحدث الرسمي لمجلس النواب ايه؟ جسر عباره عن جسر ما بين مجلس النواب وما يحدث فيه والاعلام والمتناولين موضوعات المجلس واللي اي لبس. يعني حضراتكم كنت فيكم في الاعلام مثلا بتبص تلاقوا بدل ما تتوهوا تلاقوا 50 خبر منشور متضارب حوالين مجلس النواب، هتكلموا المتحدز الرسمي اسم مجلس النواب مش هتفهم مكانه. هو بقوه اللائحه او بطبيعه اللائحه المتحدز الرسمي مجلس النواب هو رئيس المجلس اكيد. اول من فوض لاداء هذا الدور كان الحمد لله كان شخص متواضع، وبعد كده واديت الدور دوت توارد فصل التشريع اللي فات بشكل اعتقد كان مقبول على حد علمي يعني. فده جسر حضرتك بدل ما تلاقي 50 معلومه المصدر واحد عشان تروح للمصدر ما يحصلش حاجه يعني. هيقول لك طلعنا القانون ده ناقشناه، القانون دخل القانون ما دخلش، فانت بتبقى ما فيش ملابسات يعني. بالظبط كده. ويمكن كان ده ازال كثير من الالتباس حوالين ما يتم داخل مجلس النواب. صح. فالحمد لله تعالى يمكن الدور ده اديناه بشكل طيب جدا،
واعتقد ان يعني يشهد كثير من اكيد اكيد مما تعامل معنا سواء صحفيين او اعلاميين في الاعلام المقروء او الاعلام المرئي او الاعلام المسموع ان احنا قدنا الدور دوت الحمد شكرا لله. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور صلاح. كان نفسنا الوقت يطول مع حضرتك واتمنى ان احنا نكرر المقابله تاني مع الساده المشاهدين ان في حاجات كتير جدا اسئله كتير جدا كان الشباب طرحها وكان نفسه يسمع يعني يسمع اجابتها من دكتور صلاح بس نظرا لضيق الوقت فاتمنى ان احنا نكرر. انا سعيد بوجودي معاكم برضه عايز اقول لكم حاجه يمكن انا في الفتره الاخيره دي كنت دايما بعتذر انما لما منى كلمتني وعرفت ان البرنامج دوت بيقدمه شباب فكنت متحمس جدا. شرف لينا يا دكتور. طبعا يا دكتور تشجيع لتجربه محترمه. شرف لينا. اتمنى ان انتم تتناولوا ان شاء الله باذن الله وهو ده هدفنا في البرنامج باذن الله. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين ودي كانت اول حلقه لينا في صدى الشارع على قناه الصحه والجمال. انتظرونا السبت القادم مع شخصيه اعتقد ان ما عليهاش اختلاف. مع السلامه.